لانه جانب دور الاهل في الله في انه جانب المهم جدا اللي هو التربيه للسياق الهم. يعني بتلاقي شوفير مسرور بسبب الم بسبب حادثه بسبب ماساه لله، مش بس الاهل، حمايه الاهل. يعني في عامل اخرى ثاني بالطرف الثاني اللي هو قضيه السائق اللي لازم يكون عنده تربيه للسياق. هاي قضيه الثوران وبالخصوص الشباب الصغار او الصبايا الصغار الشوفريات الجداد، بتلاقي ان الاندفاعيه عندهم هو المميز للسياقه تاعتهم. هذا مش لازم يكون بالشارع، ممنوع يكون اندفاعيه بالشارع. لازم احنا نسوق بحكمه وبحذر وبالتربية سليمة للسياقة. لما أنا أحشر بتعطي إمكانية لما يكون عندي أنا أقدرش هاي صناعة على العقبال، برضو اللي عقبالي لازم يعطيني أنا حق الأولوية. فأخرى مرة برجع وبقول يعني إنه هذا مهم جدا جدا. هذا الفورم حكيت أنا مع كيتي اللي مسؤولة في جمعية بتيرم، حكيت مع المتطوعات إنه نزيد إنه نوسع هذا الطاقم ليشمل. يعني لا يعقل يكون عندنا 23,000 24,000 اليوم عرابي ويكون عندنا طاقم صغير. لازم يكون عندنا مش اقل من 100 متطوع. يعني احنا كنا حضرنا هذيك المره في الناصري، انت العدد رهيب من ام الفحم بساط بيجوا. يعني الام لازم يكون لها دور. يعني مثل انا موجود، انا بالاساس موجود في التربيه والتعليم، يعني انا وظيفتي بالتربيه والتعليم. بقول اليوم الام في عندي مشروع حكيت بحكي انا اللي هو إرشاد للأمهات والأطفال، إرشاد للأم كيف تنظم الوقت تاعها، كيف تنظم وقتها للولد. يعني الولد لما بده يروح على البيت وانت يلعب وانت يقرأ وانت كذا، الأم لازم تروح على المدرسة. الأم مثلا تروح على المدرسة لما تسأل المتساب، تيجي تسأل مثلا شو المتساب، اليوم كل الأم لازم تعرف شو المتساب يعني عشان تقدر، لأنه الولد تروح أمي أقول لها يما هيك هيك المتساب. الام في لها ارشاد، في لها توعيه، بتروح على المدرسه في من يستقبلها وفي من يشرح لها. عندنا في جهاز في المدرسه في المؤسسات التعليميه بيشرحوا لها بالضبط شو المتساب وكذا وكل هاي الامور، واحنا بالمقابل نعطي ارشاد للامهات في تنظيم الوقت تاعها. يعني مش بس طبيخ كلات وقهوه، منيح القهوه والديوان ما بكيش لا، بس مش كل شيء ديوان وقهوه. لا بس هي مش واجد في داخل المستشفيات وتبقوا احنا الخبره تبعتنا والمهنيه تبعتنا اليوم احنا تعلمنا من خلال الاصابات اللي توجهت لداخل المستشفيات. في وحده من الاشياء اللي عم بتكون واضحه انه ضيق الوقت عند الام اللي هي عم تشتغل برا، او انه عدم تواجد الام والاب هن مع اولادهم، او عدم انه يكرسوا وقت لاولادهم، هو عم بيكون واحد من العوامل اللي عم بتزيد من نسبه الاصابات. يعني هاي الام اللي بتشتغل برا اللي ممكن عم بتكون ساعات طويلة برا، عم تيجي على البيت مهدود وتعبانة، والأب كذلك الأمر. إيش أكثر إشي الولد اللي ممكن يكون عنده المنفذ الوحيد؟ الحاسوب، يفوت على الحاسوب هناك، الأم بتكون مطمنة والأب بيكون مطمن إنه هذا الولد إياه بغرفته، ما بدون محل أمان. البيت هو برجع بشدد، البيت هو أصبح يتحول مش للمكان الآمن. البيت هو إذا فيش عنا مراقب فعال، وإذا فيش عنا برنامج لأولادنا اللي هو نظم فيه وقته، بس مش بس عشان الام هي ربة منزل، وانما اليوم عم نكون بوضعيه، الام اللي بربة المنزل هي كل وقت عم تكون مشغوله، وكل وقت دائما في عندها شغل يمكن اكثر من الام اللي عم تشتغل برا، وكذلك الامر اللي بقيت اللي عم تشتغل برا اليوم مش عم تنظم وقتها كمان حتى انه يكون في عندها كمان برنامج اللي تحط له فيه انه ابنها هون لازم اقعد معاه ساعه ولا ساعتين، لانه الولد مش بس بده انه ايش دروسه، الولد بده هو حوار بناء. اجي انا احكي مع هذا الولد في امور عديده اللي صارت معاه في الشارع، اللي صارت معاه في مدرسته، اللي صارت معاه في الساحه، اللي صارت معاه في داخل الصف، ومش بس انه اعمل ساوي هيك، اعمل هيك، تعملش هيك. دائما لغه الامر اللي هي تصدر من الاهل عمليا، كمان احنا كيف حديثنا وكيف حوارنا وشو البرنامج اللي خصصناه لاولادنا بالعيد، شو ايش عم نعمل برنامج لاولادنا؟ هل بس ابني انا بدي يروح ياخذ مفرقعات او يشتري مفرقعات لانه انا عم بستقبل ضيوف والناس عم تيجي عم بتعاين عندي وثلاث اربع ايام قعدت فيني بالبيت بس عشان استقبل انه انا افرد طاوله وايم طاوله؟ طب شو عملت لابني بثلاث اربع ايام هذول تا انا حاسسه انه في عنده مناسبه عيد؟ فعشان هيك الولد بلجا او البنت بلجا للضغط الجماعي،
بشوف ابن خاله، بشوف ابن عمه، بشوف ابن جيرانه، بشوف صاحبه، وين عم بيروحوا؟ بيشتروا مفقعات حتى لو هي ممنوعه، بيشتروا مفقعات عشان انه بده يعيد. هيك هو بفهم العيد. اما ايش انا دوري كاهل عشان امنع هاي الممكن يكون السلوك اللي هو عم بيجيب الاعاقات وعم بيجيب انه اولاد تخسر اصابعها، تخسر عينيها، ممكن يكون تشوه بالوجه، مش بس الصغار، الصغار والكبار. فانا بدي اراجع نفسي انا كأم، وانا بدي اشدد على ايش قال، بس انا بدي اضيف مش بس الام، الام والابو اليوم وين دورهم بداخل العيله اللي هي مكونه من اطفال ومكونه من عيله ومكونه من ام ومكونه من اب ومن ابو، لان مش بس الام بتربي، الام بتربي والابو بربي والجار بربي والحاضن بربي والمدير بربي والمعلم بربي، كلنا احنا مربيين لاولادنا. حتى اليوم اذا انا بشوف انا انسان غريب بفوت على عرابي وباجي انا بشوف اي طفل اللي هو ممكن يكون صدر منه سلوك خاطئ، باجي بوقف لن اتفرج عليه، ولا ممكن انا في شيء يدفشني؟ هذا طفل زيه زي ابني اللي انا ممكن اتدخل، وما ممكن انا اجي الفت نظره لشغله معينه. كنت تلاحظوا زمان كمجتمع زراعي احنا كنا نزرع طول الوقت، موجودين في الحقل ونزرع، والام تركض والابو يركض والكل. هاي الام اللي عندها ولد صغير قديش كانت العنايه تاعتها؟ يعني انا بشوفش اليوم عنايه قد العنايه اللي كانت الام في هذيك الفتره تعطيه. تلاقي له بنت له سرير او عملت له مرجحيه وغطت المرجحيه وبلبلت الهاي مشان ما يكونش عنده ضربه شمس. تصوري قديش ابعد الحدود بالرغم من قلة الإمكانيات الموجودة، قديش الأم كانت عناية. إحنا اليوم أمياتنا مش نقصن، بالعكس الوضع الاقتصادي تحسن، الأم مفروض يكون لها دور، الأم لازم تأخذ دورها في حماية الأولاد لأنه هي وظيفتها. يعني ربنا بيقول قل لا يسبكم إلا ما كتب الله لكم، صحيح 100%، ولكن ربنا بيقول لك اعقل وتوكل، وربنا بيقول لك خذ بالأسباب يا أخي، خذ بالأسباب. صح بالآخر بيصير ربنا، بس خذ بالأسباب. لا يعقل انه المراه السائقه او الشوفير السوء يقود بسرعه جنونيه ويقول انه بدوش يعمل حادث. طب لو بمشي على مهله، لو بخذ بالاسباب، لو بتتبع الارشادات والتربيه السياقيه السليمه، طبعا بنمنع كثير حوادث. وللام للامهات، يعني رسالتنا للامهات، الامهات اذا في البيت بيكون عندهم بتاخذوا كل الاساليب هاي وبتاخذوا كل اجراءات الامن، انا متاكد انه هاي الحوادث بقول كيش بيوم وليلة بنمنعها، لا بس بنقللها بشكل جذري، بنحل المشكلة بشكل جذري. طيب معلش بدي اسألك سؤال، يعني انت احنا شايفين، انا صورت هناك في خمس اطفال وراكي واقفين بشكل صف وراكي، شفتي انت بالمراية اي واحد منهم؟ ولا واحد من مبين بالمراية. ايش هذا بدل؟ ايش هذا بيقول؟ انا من عندي يعني بفضل انه كل انسان، كل شخص قبل ما يطلع على السياره لازم يعمل لفه حول السياره يتاكد انه فيش اطفال وراه، بعدين يركب او يرجع لورا، نقول هاي بحاله اذا راجع لورا. هل السياق الحذري لحد 6 متورة لازم يعني هذا امر خطير جدا، انك انت بدك تطلعي على السياره وطلعتي بالمراية على اليمين على الشمال، برضه بالمراية اللي بالنص مش مبين حدا ابدا. هاي من اكثر الحوادث اللي بتصير عندنا بالبلاد، هذا السبب في اكثر حوادث دهس الاطفال. نعم شكرا لك. اللي عندك وراكي انت خمسه، شوفي لي غادر تشوفي واحد منهن؟ لا ولا واحد. لا راس ولا اجر ولا شيء، ما ببينش ولا اي شيء ولا شيء. بالمرايه اللي على اليمين ما فيش؟ فيش ولا باي شكل، ولا المرايه اللي فوق عند الراس؟ ولا باي شكل. خطر جدا. انت كسائقه صار لك عده سنوات بالسوق، قد ايش صار لك بالسوق؟ شيء 17 سنه. 17 سنه. طيب شو يعني في امور عن الشكل، شو النصيحه بتوجهيها للسائقين؟ كل سائق قبل ما يركب السيارة ده طبعا لازم ينتبه، يطلع حوالي السيارة أول إشي. يعني أنا عندي أولاد وعندنا بيتنا كلياتها أولاد حوالينا، أنا بطلعش قبل ما تفقد حوالي السيارة وبزمر وبفتح الشباك وبنادي انتبهوا ازحوش وطلعوا لي إذا في ولد، حتى مرات بوقف واحدة تطلع لي إنه شوفي لي إذا في ولد حدا وراي. أنا هي الشغل كثير كثير أنا حذري فيها، ولكن هيك ما نجحتش كل عمري في السباق. شكرا.
معنا الأخت كيتي، الله يعطيك العافية. أهلين، الله يزيدك. يعني إحنا سألنا أخوات سائقات اللي طلعوا على السيارة وتأكدوا إنه على اليمين وعلى الشمال بالمري وحتى بالمراية اللي فوق مش راح يشوفوا هاي، ما شافوا ولا ولد من هذول الأولاد الخمسة. صحيح. عشان إيش هذا بدل؟ عشان هيك إحنا اليوم لما بنعمل حلقات بيتية أو توعية على قضية الدهس اللي وراء ساحات البيوت، مش بس إنه إحنا بنيجي بنلقي محاضرة وبنيجي بنعطي الإرشادات أو التوصيات، وإنما بنعطي إنه كمان كل أم كل سائقة إنه هي تجرب، هي تجربة شخصية تكون عندها وتطلع على السيارة وتشوف انه عن جد انه احنا قديش المساحة اللي بتكون من خلف السيارة مساحة جدا كبيرة، اللي هي ممكن تاخد كل مجال الساحة الموجودة في كل بيت، وهي هناك هاي المساحة هي مميتة وبتقدرش تشوف الاطفال. وهيك احنا منذوت عند الامهات والسائقات او غير السائقات انه قديش مهم انه هني انه يكونوا مساعدات لرجال او لسائقين بكيفية انه الفحص الامن يكون حول السيارة. نعم، معنا الأخ ماضي. ماضي طبعا يعني اليوم بتجتمعوا مع مجموعة من الأخوات النساء حول توعي بكل ما يتعلق بالحوادث على الطرق وقضية الأمان على الطرق، كيف يمكن أن نصون أطفالنا أولادنا من مخاطر المركبات، وخاصة أنه الوسط العربي يشهد ازدياد في حوادث الطرق وخاصة الدهس في ساحات المنازل. طبعا هذا الطاقم المنتدى للنساء المتطوعات، وهذه الحلقة البيتية هي من احدى فعاليات طاقم الامان على الطرق بمشاركة جمعية بتيرك للامان على الطرق. المجلس المحلي قرر انه يعمل جاهدا من اجل التوعية والارشاد، توعية وارشاد لجميع الفئات العمرية وبالاساس الامهات الراعيات للاطفال الرعايات للأبناء من أجل النهوض والحفاظ والسلامة لأبنائنا. طبعا يتم في هذه الدورة إعطائهم الإرشادات، إرشادات هناك إرشادات يجب اتخاذها، يجب أن تتبعها الأم من أجل الحفاظ على ابنها، وهناك أمور أخرى يجب أن تتبعها الأم السائقة. الأم السائقة يجب أن تتخذ إرشادات، منها فحص المركبة قبل السياقة، منها فحص الساحة البيتية والتأكد من عدم وجود أطفال. طاقم الأمان على الطرق زي ما قلنا، وهناك العديد من الفعاليات، هناك أيضا فعالية أخرى للطلاب الجامعيين في نفس هذا المضمار. الطلاب 3 طلاب جامعيين يقومون بدورات إرشادية في النويديات العائلية للأمهات، في الحاضنات أيضا للأمهات، في رياض الأطفال، وهناك برنامج لمدة 3 أشهر سوف يقوم هؤلاء الطلاب بتوعية وإرشاد وعرض أفلام تؤكد ضرورة اتباع الأساليب والإرشادات من أجل الحفاظ على أبنائنا. نأمل من الجميع، وهي بادرة حسنة، أن يوسع هذا الطاقم وأن يكون لدينا أكثر من 100 متطوعة خلال السنة القادمة، والمجلس المحلي سيغطي هذه الطاقم ضمن الميزانية المخصصة من وزارة المواصلات. تحدثت مع المفتش المنطقة المسؤول السيد أحمد حيدر، ووعد بتغطية كافة المصروفات واللوازم من أجل إنجاح هذا الطاقم. نأمل جميعا معا، وطبعا الصحافة لها دور كبير ودور مهم جدا في تغطية هذه الفعاليات من أجل أن نصل لجميع الأمهات في العالم. شكرا لك أستاذ.